مرحبا، يعطيكم العافية متابعين إكويتي جلوبال ماركت. اليوم رح نعطي محاضرة عن كيفية التداول بسوق العملات وعن كيفية اختيار الشركة المناسبة للتداول. بآخر المحاضرة رح نعطي فقرة رح نفتح فيها صفقات مباشرة، ورح نحكي عن الخطوات لتنزيل المنصة وكيف نبدأ بالتداول على المنصة، ورح نجاوب عن كل الأسئلة. رح يكون معنا بآخر المحاضرة سيد ملاذ من شركة إكويتي لحتى يجاوب عن كل أسئلتكم. هلأ رح نحكي عن تجارة العملات بالفوركس. قبل ما حتى نبدأ بالتجارة، في عنا شيئين أساسيين لازم نقوم بهم. أول شيء، لماذا هذه التجارة ولماذا التجارة بهذا السوق تحديدا، وما هي الأسس يلي لازم نمشي عليها حتى نقدر نتداول بالسوق العالمية. تمام. عنا هذا السوق هو سوق عالمي، فمن أين نبدأ بداية صحيحة حتى ندخل على العالمية. تمام. لما نحن بدنا نبدأ بالتداول بدنا نختار الشركات اللي هي مرخصة، اللي عندها ترخيص من أماكن معروفة. على سبيل المثال، إكويتي جلوبال ماركت عندها ترخيص بريطاني، فهي مرخصة من الـ FCA، فبالتالي هي بتخضع لشروط وقوانين الـ FCA، فبالتالي أي نشاط بتقوم فيه إكويتي جلوبال ماركت فهو مراقب من قبل الـ FCA. في عندنا شركات أخرى بيكون عندها ترخيص قبرصي، ترخيص من أي بلد، فهذه التراخيص بتكون ضعيفة، فبتكون عندها رقابة كافية مثل التراخيص العالمية. ثانياً، نحن لحتى نتداول لازم يكون عندنا الخبرة الكافية لحتى نتداول. هذا الشيء نكسبه من خلال التجربة. فنحن لما بدنا نتداول بننزل المنصة التجريبية ونفتح حساب تجريبي. هذا الحساب التجريبي بخولنا انه ناخذ مبلغ معين نبدأ فيه. هذا المبلغ بيكون يعني مبلغ وهمي، اما الاسعار اللي بتكون على المنصه بتكون اسعار حقيقيه مباشره من السوق، لكن المبلغ فهو وهمي، يعني مبلغ تجريبي. اما الصفقات اللي نحن عم نفتحها ونسكرها هي صفقات بتكون على الاسعار المباشره مع السوق. شو هي مميزات للتداول بسوق العملات؟ عندنا عدة مميزات. التداول بسوق العملات ما بيحتاج منك انك انت تخصص له اي وقت معين. نحن بنقدر نتداول بسوق العملات باي مكان وباي زمان وباي وقت، فبالتالي انت ممكن تروح على دوامك، على شغلك تديره، شغلك خاص، اذا كنت ربة اسرة، يعني ممكن باي وقت حضرتك تدخلي وتتداولي او حضرتك تدخل وتتداول، فبالتالي انت مش محصور بوقت او زمن معين. مثل ما بتعرفوا ان البورصه بتكون موجوده من يوم الاحد الساعه 12 المساء لحد يوم الجمعه الساعه 12 مساء، فبالتالي هي موجوده 5 ايام بالاسبوع على مدار 24 ساعه. ايضا التداول ما بيحتاج مصاريف ثابته وتشغيليه، يعني أنا ممكن أبدأ التداول ب2000 ريال، فهو رأس مال بسيط، بس أنا على الفترات الطويلة ممكن أحقق أرباح كبيرة، فأنا ما بحتاج إني استأجر مكان، أدفع مصاريف للعمال، رواتب، تراخيص، رسوم، ضرائب، فبالتالي أنا هذه الأمور كلياتها اللي هي يعني هي العناصر الرئيسية لحتى نحن نفتح أي مشروع استثماري. فبالتالي نحن هذه الأمور ما لنا محتاجين لها بتداول بسوق العملات. أيضا سوق العملات هو أكبر سوق بالعالم، ويمكن من خلاله تحقيق أرباح يومية وشهرية وسنوية بمخاطر مدروسة. كيف يعني؟ نحن لما نفتح صفقة ونتداول من خلالها ممكن تكون هذه الصفقة لمدة يوم. نحن بنشوف مثلا حققنا ربح معين، نغلق الصفقة وخلص بنكون وقفنا تداول لهذا اليوم. ممكن نفتح الصفقة لشهر، بعد شهر نسكرها ناخذ أرباحها،
هذا الشيء بيرجع لنحن لحسب نحن كيف الاستراتيجيه اللي متبعينها. فبالتالي الارباح من التداول بتكون يوميه، شهريه، اسبوعيه، سنويه، بحسب ما الشخص هو بيكون حاطط مخطط للتداول. ايضا بتكون المخاطر مدروسه. كيف يعني؟ انا لما بدي اتداول بكون عندي راس المال 2000 ريال. انا ممكن اتداول بعقد بسيط، يعني اذا انا عم بتداول على اليورو دولار ممكن انا اتداول بمبلغ بسيط من اليورو دولار، لنقول 100 دولار من ال2000 ريال اللي انا عم بتداول فيهم. فاي خساره بتكون خساره بسيطه، فبتكون المخاطره مدروسه. تمام. ايضا من ايجابيات التداول بسوق العملات عندنا بساطه فكره التداول وسهوله فتح الحساب والمتاجره. يعني التداول بيكون قائم على العرض والطلب، فنحن عندنا زوجين من العملات او المعادن او السلع او العملات السنويه. فبالتالي الانواع العملات اللي متداول فيها اللي هي عباره عن 40 الى 50 زوج من العملات، هذه الانواع بتكون معروفه وبسيطه ومسهله. يعني نحن لما بدنا نتداول نتداول يورو دولار، نتداول يورو باوند، الدولار الكندي مقابل الدولار الامريكي. فالازواج اللي عم نتداول فيها مبسطه ومعروفه. او ممكن نتداول بالمعادن، ممكن نتداول بالذهب، بالفضه، بعدة أشياء. أو ممكن نتداول بالنفط، مثل ما نعرف عن النفط، عن الموارد الطبيعية الأخرى ومشتقاتها. أيضا في عنا المؤشرات العالمية نحن ممكن نتداول فيها. فبالتالي خياراتنا بتكون معروفة وواضحة. أيضا فتح الحساب من أجل المتاجرة في سوق العملات بسيط، فهو ما بيتطلب غير يعني اوراق او مستندات بسيطه. هو بيتطلب صوره عن جواز السفر او عن الاقامه، ايضا الى اثبات سكن. اثبات سكن ممكن يكون فاتوره كهرباء، فاتوره انترنت، يعني فاتوره تليفون ارضي، ممكن تكون كشف حساب بنكي. وبالتالي ايضا هذه مستندات بسيطه جدا. او ممكن نحن نقدم العنوان الوطني، ندخل نسجل بالعنوان الوطني ونقدم هذا كمستند اثبات سكن. ايضا الامان من وقود السوق والكساد الذي قد يصيب بعض القطاعات الاخرى. على سبيل المثال نحن كنا عم نتداول باسهم شركه معينه. هذه الشركه ممكن الأسهم تبعها تخسر فجأة لأسباب معينة، مثلاً فلست، ما عم بيقدروا يجيبوا سيولة من السوق. فبالتالي يعني الأسهم قيمتها بتقل. أما بسوق العملات مستحيل نحن يكون عندنا اليورو دولار على سبيل المثال سعر الصرف 1.28، نفيق تاني يوم نلاقيه 0.30. وبالتالي نحن بسوق العملات عندنا ثبات بالاسعار بتحكمها المصارف المركزيه. فاذا كان الارتفاع او الهبوط باسعار العملات بيكون ثابت وبسيط، فما بكون عندنا فروقات كبيره. ايضا سحب راس المال والارباح في اي وقت للتداول بسوق العملات. اذا نحن سكرنا صفقات وجنينا الارباح اللي حققناها من هذه الصفقات، ممكن ندخل ونطلب انه نحن نسحب هذه الارباح خلال يومين أو 3 أيام عمل بالكثير، بيقوموا بتحويل الأرباح من خلال البنك أو التحويلات الوايرلس. تمام. كيف نبدأ بخطوات آمنة وصحيحة بعيدة عن المخاطر؟ مثل ما حكينا، أول شيء مندور على شركة مرخصة عندها ترخيص عالمي معروف، ومندور على شركة يكون عندها موقع معروف. على سبيل المثال شركة إكويتي، هنحكي عنها هي لأنه هي الراعي لهذه المحاضرة. شركة إكويتي موجودة بالرياض لتعطي ندوات تعليمية وتوعية لمتابعين الشركة وتثقفهم عن كيفية التداول. فبالتالي هذه الشركة موجودة إلى مكان، نعرف وين مكانها وين عنوانها، ممكن نتوجه لعندها بأي لحظة إذا صادفتنا أي مشاكل. أيضا
مثل ما حكينا شركه ايكويتي جلوبال ماركت، لازم ندخل على الويب سايت في عندنا اكاديميا، هذه الاكاديميا في محاضرات تعليميه بتكون يوميه واسبوعيه، ممكن نحن نسجل فيها ونستفيد من خبرات الاشخاص اللي عم تعطي هذه المحاضرات المجانيه. ايضا المميزات من كيفية اختيار هذه الشركة خدمة العملاء والمتابعة. لما أنا بفتح حساب مع شركة لازم أنا يكون في عندي خدمة عملاء تتواصل معي عن قرب، إذا أنا كان عندي صعوبات بالإيداع، بالسحب، باستكمال إجراءات فتح الحساب، فأنا لازم يكون عندي فريق خدمة عملاء للمتابعة 24 ساعة. ايضا البدايه بحساب تداول تجريبي باسعار السوق المباشره، مثل ما حكينا باول المحاضره نحن لحتى نبلش بتداول بسوق العملات لازم نبلش بحساب تجريبي، ما بنفتح الحساب مباشره، ما بنبدا بالتداول لانه نحن ما بيكون عندنا الخبره الكافيه. فالحساب التجريبي بيكون حساب برصيد وهمي، ولكن الاسعار اللي بتكون موجودة على المنصة بتكون أسعار دقيقة ومباشرة موصولة مع المصارف المركزية. رح نعمل مقارنة بسيطة بين سوق العملات وسوق الأسهم. سوق العملات مثل ما حكينا بيكون يعمل 24 ساعة على مدار 5 أيام في الأسبوع، أما سوق الأسهم فأنت مضطر أنك تفضي وقتك لحتى تتداوم بسوق الأسهم، لأنه بيفتح من 9 صباحا وبيغلق الساعة 3 عصرا، فبالتالي أنت محكوم بفترة معينة لتتداول بسوق الأسهم. أيضا سوق العملات هو أكبر سوق بحجم السيولة في العالم، مما يحقق أرباح يومية أكبر، ولا يمكن لأي طرف السيطرة على الأسعار أو التلاعب بالسوق. مثلا أنا لما بدي أتداول بهذا السوق، هذا السوق هو سوق عالمي، في جميع الأشخاص من جميع البلدان من جميع الأماكن عم بتداولوا بنفس اللحظة يلي أنا عم بتداول فيها، فبالتالي حجم السيولة بهذا السوق كبير جدا. أيضا ما ممكن لأي شخص أنه يدخل على سوق العملات ويطلع خبر معين يأثر على سعر أزواج العملات أو النفط أو أي سلعة بكون من الدولة بسوق العملات، فبالتالي في شفافية، والمصارف المركزية هي واحدة التي تحدد سعر العملات بالسوق العالمية. أيضا أما بالنسبة لسوق الأسهم حجم السيولة محدود ومنخفض، وهناك ضعف في الشفافية في بيانات الشركات وسيطرة بعض الأطراف على الأسهم أو التلاعب بها. كيف يعني؟ أنا لما بدي أتداول بسوق الأسهم بدي أتداول بأسهم شركة XYZ على سبيل المثال، هذه الشركة يرتفع حجم الأسهم سعر السهم لهذه الشركة إذا طلع شخص معين مخول إنه يحكي بصفة الشركة وقال الشركة عندها مخططات للتوسع لإنشاء مشاريع جديدة، فبالتالي هذا بيرفع من قيمة السهم لهذه الشركة. وبالحقيقة ممكن هذه البيانات تكون فقط شائعة، فبالتالي هنا يتم التلاعب بالمعلومات التي تعطى إلى الناس. مثل ما حكينا بسوق العملات ممكن لأي شخص أن يتلاعب بالأسعار بهذا السوق. أيضا لا يوجد دفع عمولات أو رسوم في البيع والشراء بسوق العملات. لنحكي على سبيل المثال شركة إيكويتي. شركة إيكويتي شو الإفادة منها؟ شو بتستفيد من خلال تداولكم بسوق العملات؟ شركة إيكويتي مثل البنك مثل الصراف هي تستفيد من فرق الأسعار بالعملات عند البيع والشراء، فبالتالي هي ما بتأخذ رسوم وما بتأخذ عمولة ولا بتأخذ أي مصاريف إضافية من المتداولين، هي فقط تعتمد على الفروقات ما بين سعر الصرف وسعر البيع. أما بالنسبة لسوق الأسهم تخضع عمليات البيع والشراء للرسوم والعملات للوسيط. أنا إذا بدي أشتري أسهم بسوق العملات، هذه الأسهم أنا لحتى أقدر أشتريها بدي أروح عند وسيط، فهذا الوسيط بياخذ مني عمولة لحتى يشتري لي أسهم لشركات معينة، فبالتالي دائما أنا لما بدي أدخل بسوق الأسهم
في وسيط بده ياخذ عمولة حتى يأمن لي الأسهم يلي أنا بدي أشتريها. بسوق العملات أيضا يمكن تحقيق ربح بالاتجاهين، في الصعود وفي الهبوط. إذا كان سعر لنقول اليورو دولار عم يرتفع، فأنا ممكن أحقق أرباح من خلال شراء اليورو دولار. إذا كان سعر اليورو دولار عم بيهبط، فأنا كمان بحقق أرباح من خلال بيع اليورو دولار. فأنا ممكن أحقق الأرباح بالاتجاهين، بالصعود وبالهبوط. أما بسوق الأسهم نحن لا نقوم بالربح إلا في حالة صعود سعر السهم حصرا. يعني إذا سعر السهم نزل بالسوق، فأنا عم حقق خسارة، عم يخسر قيمته السهم، فبالتالي أنا ممكن بيع سهم وأربح فيه إذا كانت قيمته الحقيقية بالسوق أدنى من السعر اللي أنا اشتريت فيه السهم. أيضا البداية بمبلغ بسيط والتداول بأضعاف رأس مالك، وذلك نظرا لوجود ميزة الرافعة المالية المقدمة من الوسيط. رح نعطي مثال بسيط لحتى نوضح هذه الفكرة. أنا في عندي مبلغ 50,000 ريال، وفي عندي شقفة أرض حابب أنا أشتريها، تمام؟ فبروح أنا على البنوك بقترض مبلغ معين حتى أتمكن من شراء الأرض اللي هي ثمنها الفعلي 350,000 ريال، تمام؟ فأنا بقوم باقتراض 300,000 ريال من البنك لحتى أتمكن من شراء هذه الأرض. فبالتالي أخذت بطريقة أو بأخرى رافعة مالية من البنك مكنتني من شراء هذه الأرض. لنفترض أنا عندي 50,000 دولار وقمت باقتراض مبلغ معين من أي شخص ولحتى أتمكن من شراء قطعة أرض بقيمة أقل من قيمة الأرض اللي أنا كنت بدي أشتريها. فعرفنا في بعد فترة معينة أن سعر الأراضي رح يرتفع، بس الأرض اللي أنا كنت شاريها ب 350,000 ريال صار ثمنها 500,000 ريال. فبالتالي أنا شو بصير؟ برجع للبنك المبلغ اللي اقترضته وبكون عندي ربح الفرق ما بين السعر يلي بعت فيه الأرض والمبلغ الأساسي اللي كان معي اللي هو 50,000 ريال. فبالتالي هذه الرافعة المالية مكنتني من شراء قطعة الأرض والربح فيها، ورجعت أصل المبلغ للشركة، تمام؟ فهذه الرافعة بتساعدني على مضاعفة أرباحي. أما لحتى أتداول بسوق الأسهم، فأنا محتاج لمبلغ كبير نسبياً حتى أقدر أحقق أرباح يعني مقبولة، تمام؟ أنا إذا بدي أتداول بالأسهم، أسهم الشركات بيكون مثل ما بنعرف سعرها بسيط، بس أنا لحتى أحقق أرباح لازم أشتري عدة أسهم، فبالتالي أنا محتاج لمبلغ كبير لحتى أتداول بالأسهم بسوق الأسهم. أيضا في عنا ميزة من مميزات سوق العملات وهي توازن السوق. توازن السوق، العملات العالمية لا تفقد قيمتها أو تنهار ببساطة. مثل ما حكينا مستحيل نحن يكون اليوم سعر اليورو دولار 1.28 نجي بكرة نلاقيه 0.50. فبالتالي المصارف المركزية هي التي تحكم أسعار العملات وأيضا السياسات العالمية والاقتصادية. فما ممكن لأي شخص يجي يقول إنه والله سعر اليورو دولار بده يصير 0.50، هذا غير صحيح. سعر اليورو دولار مثل ما نحن بنعرف بتحكمه سياسات واقتصادات دولية. في عنا الأزواج السلعية، مثل عنا الدولار الكندي. الدولار الكندي أنا بقدر يعني بقدر آخذ قرار البيع والشراء بناء على أخبار النفط، لأنه مثل ما نعرف كندا بتشتهر بالنفط، فبالتالي سعر الدولار الكندي بيكون صعود أو هبوط بناء على أسعار النفط، تمام؟ أما بسوق الأسهم، الأسهم قد تنهار فجأة وتفقد قيمتها ولا تتمكن من بيعها بسهولة وبيعها بسهولة لأنه فقدت قيمتها. يعني أنا لما يكون عندي سعر شركة XYZ السهم كان ب 100 دولار، بما أنه
الشركة عم تحقق خسائر، فسعر السهم بده ينزل ل 20 دولار، فبالتالي سعر السهم رح يفقد قيمته. تمام؟ وأخيرا عندنا الاستثمار في السوق العالمي متنوع وواسع الخيارات، بإمكانك التداول بالعملات، بالذهب، بالسلع، بالمعادن، بالنفط، بمؤشرات عالمية وأسهم عالمية مثل ما نحن حكينا في بداية المحاضرة. أما سوق الأسهم المحلية فهو بيعتمد على الأسهم المطروحة بالسوق من قبل الشركات المحلية، فبالتالي بتكون فرص الاستثمار محدودة. هلأ رح ننتقل لمنصة التداول. منصة التداول تتألف من ثلاث أجزاء. أول جزء على جهة اليسار فهو جدول أسعار العملات والمؤشرات والسلع العالمية. على جهة اليمين عندنا نافذة الرسم البياني لحركة أي زوج من العملات. من خلال الرسم البياني نحن نقدر نراقب حركة صعود أو هبوط زوج العملات اللي أنا عم بتداول فيه. أيضا في أسفل الشاشة عندنا الرصيد المتوفر والصفقات الحالية. بأسفل الشاشة نحن بنقدر نشوف مثل ما شايفين عندنا هون البالانس، هو الرصيد اللي أنا أودعته حتى أقدر أتداول فيه، وأيضا كل الصفقات اللي أنا لقد أتممتها، يعني أو فتحها أو أغلقتها. فبالتالي لنفترض أن فتحت صفقة دولار الأمريكي مع الدولار الكندي، فتظهر تحت البالانس صفقة دولار أمريكي كندي بالسعر اللي أنا فتحت الصفقة عليه، إن كان شراء أو بيع. عندنا أسماء الدول وأسماء العملات ورموز العملات. نحن من خلال منصة التداول نقدر نعرف رموز العملات. لما بنرجع لورا وبنضغط على زوج من العملات بيطلع لنا اسم زوج العملات، مثلا عندنا الدولار الامريكي مقابل الدولار الكندي، فهي رمزها USD للدولار الامريكي وCAD للدولار الكندي وهكذا. نحن رح نرجع نبعث لكم هذه المحاضرة حتى تكون مرجع لكم حتى تقدروا تتداولوا بسهولة أكثر في المستقبل. ايضا مثل ما حكينا في عندنا ازواج عملات رئيسيه تحكم الاخبار الاقتصاديه والسياسيه العالميه مثل اليورو دولار، الاسترليني والدولار، الدولار والفرنك والدولار والين. وايضا لدينا ازواج عملات السلع مثل ما قلنا الدولار الكندي، يعني نحن ممكن ناخذ قرار بالتداول بهذا الدولار بناء على اخبار النفط، بما انه كندا بتشتهر بالنفط، فاذا كان هناك صعود او هبوط في اسعار النفط انا بقدر اخذ قرار بفتح صفقه بيع او شراء لزوج العمله. تمام؟ وايضا لدينا الازواج العملات التقاطعيه واللي هي بتكون العملات الثانويه. رح ننتقل هلا مدخل الى منصة التداول. تمام. عندنا بمنصة التداول شريط الادوات. شريط الادوات هو يعني بمثابة اداة التحكم بمنصة التداول. إذا بنشوف في عنا بشريط الأدوات عنا هون M1, M5, M15, M3. هذه الكلمات هي عبارة عن الوقت الزمني اللي أنا بدي أشوف فيه الرسم البياني. أنا لما أكون عم بتداول بمبلغ بسيط فأنا محتاج إني أشوف التوقيت الدقيق لحركة العملات. فبالتالي مثلا بيجي أنا minute 1، يعني بدي أشوف حركة اليورو دولار بالدقيقة، فبالتالي أنا على هذا الشريط بتكون الحركة بالدقيقة. أيضا عندي فتح وتسكير الصفقات من خلال شريط الأدوات، إضافة الشموع اليابانية
هذه تسمى بشموع يابانية، ممكن تكبير وتصغير رسم البياني، ممكن إضافة خطوط عمودية وأفقية لتحليل حركة أزواج العملات، وأيضا ممكن أن نرى التخطيط الساعة ساعة السوق، هي الساعة الحالية للعملات. رح نحكي بالتفصيل عن شريط الأدوات. عندنا شريط أدوات الرسم البياني، من خلال هذا الشريط نحن نقدر نشوف ساعة السوق المباشرة، تحليل لحركة زوج العملات، ممكن نحرك الرسم البياني إلى اليمين أو اليسار، ممكن نكبر ونصغر الرسم البياني، أيضا ممكن نضيف الشموع اليابانية. ننتقل لشريط الأدوات الأساسي. شريط الأدوات الأساسي ممكن من خلاله نحن إذا كبسنا على هذه الأيقونة بيطلع لنا لوحة الأسعار، هلا نحن رح نرجع نطبقهم على منصة التداول مباشرة. أيضا عندنا شريط أدوات رسم الخطوط على الرسم البياني، نحن ممكن نضيف خطوط أفقية وعمودية مثل ما حكينا لحتى نقدر نحلل حركة زوج العملات. وأخيرا عندنا شريط أدوات تحديد المدى الزمني، مثل ما حكينا نحن ممكن نشوف حركة أزواج العملات بالدقيقة، 5 دقائق، 15 دقيقة، نصف ساعة، ساعة، 4 ساعات، يوم، أسبوع وشهر. عندنا القسم الثاني وهو شاشة الأسعار. شاشة الأسعار مثل ما شايفين أمامنا هي عبارة عن رمز العملات، رمز أزواج العملات، سعر البيع وسعر الشراء. تمام؟ والآن رح نشوف عنا المستكشف. المستكشف هو لما بنضغط على المستكشف ممكن نحن نشوف عدد الحسابات المفتوحة accounts مثل ما شايفين. ممكن أنا يكون عندي 3 حسابات، حساب يورو، حساب دولار، حساب باوند، فمن خلال المستكشف أنا بقدر أعرف كم حساب أنا عندي. تمام؟ وأيضا ممكن إضافة المؤشرات أو التحاليل من خلال المستكشف. رح ننتقل للجزء الأخير من المنصة، هو الجزء السفلي مثل ما حكينا، هي تنقسم للجزء الأيسر اللي هو لائحة الأسعار، الجزء الأيمن الرسم البياني، والجزء الأسفل اللي هو الترمينال. الترمينال هو بأشينا مثل ما شايفين الرصيد والصفقات اللي دخلنا فيها بسوق العملات. تمام؟ هون نحن داخلين بصفقتين وممكن تشوف كل الصفقات التجارية اللي دخلنا فيها على السوق. أيضا مثل ما حكينا نحن ممكن نسترجع سعر البيع والشراء وأعلى وأدنى سعر وحجم التداول لعملة معينة في أي زمان وأي مكان. على سبيل المثال هون عم نشوف اليورو دولار، عم نشوفها خلال أسبوع وخلال يوم معين كيف كانت حركة زوج العملات، أدنى وأعلى سعر وحجم المبيعات وسعر الإغلاق. فعنا ب 12/5/2013 الساعة 12 في منتصف الليل كان سعر لما فتحت البورصة كان سعر اليورو دولار 1.29، أعلى سعر وصلت له كان 1.30، أدنى سعر 1.28، وسعر الإغلاق كان 1.2867، وحجم التداول كان 299. فعندنا المركز البيانات التاريخية لأزواج العملات. وأيضا عندنا ميزة وهي فتح إعطاء أوامر مباشرة للسوق بفتح وأغلاق صفقات. فأنا لما بضغط على زوج العملات بتطلع لي هذه الأيقونة، بدخل وبحدد عدد العقود اللي أنا بدي أتداول فيه. كثير مهم عدد العقود،
لما انا بدي بلش من مبلغ بسيط على سبيل المثال 1000 دولار، لما انا بدي بلش بال 1000 دولار وبدي اتداول، انا بروح وبكتب 0.1 مثل ما كاتبين هون 0.1. 0.1 فهي عقد بسيط انا بتداول فيه، لانه انا راس المال عندي ليس بكبير صغير، فبالتالي لاتجنب خساره المبلغ بسرعه فانا ببلش بتداول بعدد عقود بسيط. يعني انا لما مثل ما شايفين سعر اليورو دولار كان 1.2860، وسعر ال اسك كان 1.2862. فدائما سعر، مثلا انا اذا رحت عند الصراف بدي اشتري دولار، دائما السعر اللي بيعطيني اياه الصراف يكون اعلى من السعر اذا انا بدي بيعه، تمام؟ فبالتالي الفرق ما بين سعر البيع وسعر الشراء هو الذي بحدد الربح والخساره. فلما كان نحن دائما نطلع على الرقم الرابع بعد الفاصله، هو بحدد الربح والخساره. لما كان 1.2860 كان سعر البيع 1.2862، فبالتالي الفرق ما بين 62 و60 هو اذا كنا ببيع او شراء فهو بحدد الربح والخساره. فلما بتكون 0.1 اذا نزل 60 خارج 59، فبالتالي أنا كان عندي خسارة دولار، أما إذا كانت 61 فأنا كان عندي ربح دولار. فبالتالي نحن لما نكون عم نتداول بحجم رأس مال بسيط دائما ننتبه على عدد العقود إنه يكون صغير، تمام؟ ما مثال ثاني، انا لما بدي اكون عم بتداول ب 100,000 يورو مقابل الدولار، ممكن انا ادخل حجم عدد العقود يكون 1، فبالتالي هذه الواحد بتمثل صعود عدد العقود اللي انا اشتريته من اليورو مقابل الدولار. في عنا رح نحكي هلا عن كيفية البيع والشراء على سعر السوق. في عنا نحن مثل ما حكينا ميزتين، البيع والشراء بسعر اعلى من السوق، والبيع والشراء بسعر ادنى من السوق. فانا بدخل على ازواج العملات وبعطي امر بفتح صفقه. هون فتحين نحن بالمثل اليورو مقابل الدولار، تمام؟ وحجم العقد هو 1، لان نحن هون عم نتداول في مبلغ كبير، فبالتالي نحن حطينا 1، تمام؟ فأي نقطة ارتفاع أو هبوط بتكون عبارة عن 10 دولارات. فلما كان سعر أعلى سعر لليورو دولار هو 1.2865، كان أدنى سعر 1.2863. لنفترض أنا عم بعمل عملية شراء، فالشراء أنا بدي سعر اليورو دولار انه يصعد، تمام؟ هو لما كان 1.2865 انا بدي على سبيل المثال يوصل ل 1.2870، فبالتالي الفرق ما بين ال 65 وال 70 هو 5 نقاط، هذه هي الربح الذي اريده من هذه الصفقه، تمام؟ رح ننتقل على التفاصيل كيف بتصير هذه الصفقه. كيف نقوم بالشراء بسعر اعلى من سعر السوق مثل ما حكينا مع اوامر محدده سلفا؟ ندخل بنحدد، نعطي اوردر، نختار، في عندنا نوعين، عندنا instant execution مثل ما شفتوا هون، يعني تنفيذ مباشر، وعندنا pending order وهو امر معلق. هلا انتم بتحبوا تحطوا المنصه بالعربي، في خيار انك تختار لغة المنصة باللغة العربية، فهذا بيسهل التداول عليكم، تمام؟ فجينا عم نتداول باليورو دولار واخترنا حجم العقد وحطينا امر معلق.
كيف يعني امر معلق؟ يعني مثل ما حكيت لكم سعر اليورو دولار الاعلى هو 1.2849، لما يوصل سعر اليورو دولار لل 1.2850 انا بعطي اوردر للمنصه انه تقوم بشراء باغلاق الصفقه، فبالتالي انا بكون حققت الربح ما بين الفرق ما بين ال 49 وال 50. تمام، هيك انا بكون اشتريت بسعر اعلى من سعر السوق. هلا كيف بدنا نشتري بسعر اقل من سعر السوق؟ بسيط، كمان بنحط، بنجي لهون بنحط سيل ستوب، يعني اوقف اشتري وقف الشراء عند سعر معين، فهو هلا السعر 1.2856، بنتظر لحد ما يصير 1.2855 وبعطي الامر، بقول له لما بيوصل عند هذه النقطة وقف الصفقة. تمام، كيف فينا نبيع بسعر اقل من سعر السوق؟ مثل ما حكينا صار عندكم فكرة هلا واسعة، نعطي نحدد نوع الامر اذا كان امر معلق او امر مباشر. تمام، ومنحط على الات برايس السعر اللي نحن بدنا تصير عليه العملية. فهلا انا مثلا ممكن احط لما توصل عند ال 1.2856 سوري 1.2853 انه ياخذ الصفقه، فبالتالي بكون انا اشتريت بسعر اقل من سعر السوق الحالي. هلا رح نحكي عن كيفيه اضافه امر وقف خسائر او جني ارباح. مثل ما حكينا بالشريط الأسفل في عنا الصفقات التي قمنا بفتحها. تمام، فممكن نضغط على هذا الشريط تطلع لنا هذه الخيارات، نختار modify or delete. فبmodify or delete نحن ممكن نعدل على هذه الصفقة المفتوحة. لنفترض سعر السوق الحالي هو 1.2857 وانا بدي اشتري بسعر اعلى من سعر السوق، فبدخل بعمل موديفاي بحدد السعر اللي انا بدي وقف الصفقه عليه وبضغط، فبالتالي بكون اخذ الامر. فهذا بيعطي سهوله بالتداول، يعني انا مش بالضروره انه انا اكون موجود لحتى اتابع الصفقات واجني الارباح او وقف الخساره. فهذه الخاصية مثل ما شايفين أمامنا، عنا إيقاف الخسائر وجني الأرباح. فنحن لما بنروح على الصفقات بنحدد مسبقا الأرباح أو الخسائر اللي بدنا نوقف عندها، نسكر الصفقة عندها، فهذه بتتم أوتوماتيكيا من خلال البرنامج. لما توصل الأسعار للنقطة اللي حددناها تغلق الصفقات تلقائيا. ايضا ممكن تحديد ايقاف الصفقات من خلال النقاط، مثل ما حكينا 0.1 هو حجم عدد العقود، فانا لو بطلع نقطه فهي بتكون عباره عن دولار، اذا بنزل نقطه بتكون عباره عن دولار، فانا ممكن حدد له بدي 50 نقطه، 50 نقطه هي عباره عن 50 دولار اذا انا عم بحكي على ال 1000 دولار. تمام، فبالتالي نحن ممكن تحديد الربح والخسارة من خلال إضافة خاصية النقاط. تمام، كمان ممكن نستفيد من شريط الأدوات بإضافة خلطة مؤشرات تساعدنا على تحليل أداء زوج العملات. ممكن أنا أكون قد أضفت بعض الخطوط، بعض المؤشرات ساعدتني بتحليل أداء زوج عملات معين وكانت ناجحة وحققت أرباح من خلالها. ممكن أنا أقوم بحفظ هذه خلطة المؤشرات، هذه المؤشرات حفظها واستخدامها في وقت لاحق بصفقات أخرى، فبالتالي أيضا هذا بيوفر علينا وقت من أنه نحن نرجع وندخل هذه المؤشرات من البداية، فبالتالي هي بتكون موجودة ومتوفرة في متناول أيدينا. ندخل مثل ما شايفين على أيقونة الزائد ومنختار ترند ومنختار المؤشر الذي نريده ونضيفه على الرسم البياني. أيضا ممكن
استخدام insert indicators ونضيف الindicators التي نريدها. وأيضا مثل ما حكينا ندخل على charts template ونحفظ هذه المؤشرات للاستخدام اللاحق في صفقاتنا الجديدة. تمام، ومنسيبها بالاسم الذي نريده، مثل مثلا حضرتك أو حضرتك عملت خطة مؤشرات لليورو باوند، تمام، فممكن نحن نسجلها بمؤشرات اليورو باوند حتى نحن نتذكر من كيف بدنا نستخدمها بالمستقبل. ففي سهولة بتداول واستخدام هذه المنصة. موقع الشركة ونقوم بتسجيل، رح نختار مثل ما شايفين عنا الأكاديمية. الأكاديمية بتدخل عندك أول ما تدخل على المنصة بتعطيك أوقات المحاضرات وأسماء المحاضرات التي سوف تعطى أونلاين من قبل محللين ومدربين ماليين. فحضرتك أو حضرتك ممكن تختار جوين وتسجل معلوماتك وتدخل على الويبينار المحاضرة التي سوف تعطى. مثل ما شايفين هون عنا محاضرة على two important strategies in news trading، على استراتيجيات التداول. هذه المحاضرة حتكون غدا، فلو بتحبوا ممكن كمان تسجلوا فيها. فعنا الأكاديمي، أنا رح أدخل بالعربي للسهولة. في عنا هون مثل ما حكينا الأكاديمي، عنا فيديوز، عنا الويبينار، ممكن ندخل ونسجل ويبينارز، ممكن تشوفوا إذا عنا سيمينارز إذا حضرتكم متواجدين ببلدان نحن عنا فيها سيمينارز، ممكن تدخلوا وتسجلوا حضوركم معنا بهذه السيمينار. مثل ما حكينا المحاضرات والسيمينارات بتكون كلها مجانية. فرح ندخل ونسجل بحساب تجريبي مثل ما حكينا تست، بس نحن لازم ندخل المعلومات الدقيقة لنا لحتى تكون يعني لحتى يقدروا هن يبعثوا لنا الرابط لحتى نحمل هذه المنصة، لحتى الشركة تقدر تتواصل معنا لحال نحن كان عندنا صعوبات بتحميل المنصة أو بالتداول من خلال هذه المنصة. فبالتالي ومندخل البريد الإلكتروني لا يتمكنوا من إرسال الرابط لتحميل المنصة. وأيضا ممكن اختيار نوع العملة الذي نريد تحميل المنصة والتداول به. أنا راح أختار الدولار. فأول ما بيوصل الرابط نحن بنقوم بالضغط على الرابط لتوثيق الحساب. ندخل verify your email address، نضغط عليها، هيك نكون وثقنا حسابنا. ومنستنى يوصلنا الرابط الثاني، ايضا نضغط على download MT4 تحميل المنصة. مثل ما شايفين باسفل الشاشة الإعدادات للمنصة عم تتحمل على الجهاز، وفي عنا رقم التداول والباسورد الرقم السري اللي رح ندخله على المنصة. نضغط نقول يس، نعمل أجري التالي ونستنى. في عنا منصة الـ MQL5 هذه للتداول بسلع أخرى، فبنستنى حتى تتم
عمليات التحميل بنجاح، تمام، إنهاء، رح تظهر عنا المنصة مثل ما شايفين مباشرة. رح ندخل على فايل، فتح حساب، تمام، بنختار حساب تجريبي التالي، نختار حساب تجريبي نيو ديمو اكاونت التالي، تمام، بندخل اليوزر نيم اللي نحن بنريده وبنعمل اجري، بندخل ايميل، رقم الموبايل والتفاصيل ونكست فنش. بنروح على تريد، بيطلع لنا الرصيد، بيطلع لنا الرصيد اللي ممكن نتداول فيه. فمثل ما شفنا، مثل ما حكينا من قبل، هذه لوحة الأسعار، هذا شريط الأدوات، وهذا الرسم البياني، وهذه من خلالها نحن ممكن نشوف الرصيد المتوفر والصفقات التي نريد أن نقوم بها. فرح نشوف مثل ما شايفين عنا أسعار الغاز، أسعار النفط، عنا مؤشرات، عنا الكوبر، عنا الأزواج العملات الأساسية. نحن مثل ما كنا عم نحكي عن اليورو دولار، رح نكفي على اليورو دولار، رح نقوم بالضغط على اليورو دولار، فبتطلع لنا هذه الصفحة، تمام، بنحدد حجم العقود. بما انه انا رصيدي 1000 دولار، فمثل ما حكينا ما بيتخطى ال 0.01، تمام، فبالتالي ماركت اكسكيوشن مثل ما حكينا تنفيذ مباشر على السوق، او اوامر معلقه. احنا راح نعمل كذا صفقه، اول وحده حتكون تنفيذ مباشر، تمام، هي بسيطه جدا، راح اشتري بالسعر الحالي للسوق، اوكي، قلنا تمت العمليه بنجاح، رقم العمليه كذا وكذا، شراء، عقد، عدد العقد 0.01 يورو دولار بسعر 1.1791، اوكي، ننزل على اسفل المنصه، بنشوف عندنا التفاصيل التامه، رقم الطلب، الساعه واليوم الذي تم فيه فتح هذه الصفقه، نوع الصفقه هي شراء، حجم الصفقه 0.1، الأزواج العملات التي تمت الصفقة بها، السعر اللي اشترينا الصفقة فيه هو 1.1791، إذا كنا عاطين أمر مسبق بأخذ خسائر، إيقاف خسائر أو أخذ أرباح، هنا عندنا ستوب لوس، إيقاف خسائر، تيك بروفيت، جني أرباح، وعندنا السعر المباشر الحالي لزوج العملات. مثل ما بتعرفوا نحن ما بناخذ كوميشن، وسواب فري، هذا السواب فري بيكون الفائدة هي بتكون صفر على حسابات الإسلامية، والبروفيت، فهون بنشوف نحن إذا كنا عم نحقق خسائر أو أرباح. بما إنه هي 0.15، لو بتلاحظوا السعر للبيع والشراء هو 1.1789، وسعر البيع 1.1790، فبالتالي هذا 0.2 هو الفرق ما بين سعر البيع وسعر الشراء، فبالتالي نحن لهلا بعد ما حققنا ارباح او خسائر، هو يعتبر السعر المباشر، يعني الفرق جدا بسيط بعد ما في نتائج ظاهره. رح نعمل، رح نخلي صفقة مفتوحة، رح نعمل صفقة ثانية،
نعمل يورو الدولار الكندي والدولار الأمريكي، راح نحط ضغطنا على الدولار الكندي والدولار الأمريكي وأدخلناها على الرسم البياني، فبالتالي أنا بقدر أحدد حركة الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي، وأيضا بحدد أنا بدي أشوفها بالدقيقة. فلو شفنا على هذه المنصة بتصير حركة الأزواج بالدقيقة، فبتكون كتير دقيقة، بتمكن أنا من تحليلها. أيضا ممكن نحن مثل ما شايفين مختارين الأشماع الشموع اليابانية، ممكن نضغط على هذه لحتى تاخذنا إلى الأقصى اليمين، وممكن نحن نروح إلى أقصى اليسار، فبالتالي نحن راح نضغط على أقصى اليمين. مثل ما شايفين هون الساعة اللي نحن اخترنا دقيقة، وممكن تصغير وتصغير وتكبير من خلال شريط البياني، ممكن فتح الصفقة من نيو اوردر من الشريط البياني. رح نعمل على اليورو على الدولار الكندي مقابل الدولار الامريكي، رح نعمل ستوب لوس او تيك بروفيت. الان رح نقوم بعملية بيع، تمام؟ ظهرت بأسفل الشاشة، فتحنا صفقة، هذا رقم الصفقة، الوقت واليوم الذي تمت فيه الصفقة، نوع الصفقة سل بيع، وحجم الصفقة العملات والسعر. السعر اللي تمت عليه الصفقة 1.2701، والسعر الحالي 1.2705. وأيضا مثل ما شايفين بما أننا نحن داخلين بحجم عقود بسيط صغير نوعا ما، فبالتالي بتكون أرباح أو الخسائر مدروسة. أيضا رح نعدل على الصفقات اللي فتحناها، نضغط بالزر الأيمن للفأرة ونطلع إلى Modify or Delete، نضغط عليها. هذا السعر السعر الحالي للبيع أو الشراء، بما أنه هي عملية بيع، هذه صفقة بيع، فأنا بضغط على هذا الرقم، تمام؟ وبننزل بنعدل الرقم الأسفل، فبالتالي أنا بعطي أمر لما بصير سعر البيع والشراء عن 70. نحن شو كان السعر عنا؟ 1.1806، لما يوصل على 07 قوم بجني الأرباح وإغلاق الصفقة، بتضغط عليها Modify، أوكي. مثل ما نشوف ظهر عنا Take Profit، فبالتالي هون أنا أعطيت أمر مسبق إنه لما يوصل سعر زوج العملات عند هذه النقطة يقوم بجني الأرباح وإغلاق الصفقة مباشرة، فهو هذا السعر هو أعلى من سعر السوق الحالي. سعر السوق الحالي 1.1791، الأمر الذي أنا حددته بسعر 1.1807. أيضا ممكن نعمل الصفقة الثانية Modify or Delete، ونحدد نضغط على Copy As، ومنحدد إنه لما يوصل لهذا السعر اللي هو الأدنى بيكون دائما هذا الرقم لازم يكون أصغر من هذا الرقم لحتى نقدر ناخذ تتم العملية. فمننزل ل80، أوكي، وبنعمل Modify. فبالتالي أنا أعطيته أمر إنه لما توصل سعر زوج العملات ل 1.2 1.2718 قم بإغلاق الصفقة وإيقاف الخسائر. فهيك بنكون عملنا صفقة جنينا فيها الأرباح وصفقة وقفنا فيها الخسائر إذا حصلت. وأيضا رح نفتح صفقة أخرى
مثل ما شايفين انا مجرد ما حطيت الفأرة على زوج عملات بيطلع لي اسم زوج العملات. عندنا هون اليورو مقابل الدولار الاسترالي، بضغط عليه فبعطي امر معلق. انا لما بدي اشتري لنفترض بسعر اعلى من سعر السوق، فندخل بنحدد السعر اللي بدنا اياه. فبما انه بدي سعر اعلى من سعر السوق، بحدد على 80، بعمل بليس، بقول لي انفاليد لانه انا حطيت رقم مش متطابق. فنحن بنحدد من هون الستوب لوس، بنحدد الباي التيك بروفيت مسبقا، ومنحدد السعر اللي نحن بدنا تم الصفقة على هذا الرقم. مع انه هو السعر الحالي 57، راح نحط 60 بليس. لازم نحدد سعر التيك بروفيت والتيك الستوب لوس لحتى نقدر نتم هذه العملية. فبالتالي أنا بقول له لما بتوصل سعر هذه العملة عند هذه النقطة اللي هي 1.4960، اشتري لي، ادخل بهذه الصفقة ووقف الخسائر عند 1.4993 واجني الأرباح عند 1.4993. فبالتالي أنا حددت سعر الدخول بالسوق وسعر الخروج من السوق وسعر جني الأرباح. Place. فهيك بنكون عطينا أمر معلق للسوق.